حينما ننظر إلى ما حولنا نجد أربعة أنواع من الكائنات. نجد كائنات لا حياة لها ولا حراك وهي الجمادات، وكائنات عندها النمو لكن ليست لديها حركة وهي النباتات، ونجد كائنات عندها الحرية في الحركة ولكنها مقيدة بغرائزها غير قادرة على الاختيار وهي الحيوانات، ونجد الإنسان. كل طبقة من هذه الطبقات لها امتياز على التي سبقتها. امتياز الإنسان بماذا؟ امتياز الإنسان بحريته، باختياره، بقدرته على أن يمشي في الطريق الذي يريد أو لا يمشي، أن يكون صالحا أو لا يكون صالحا. الإنسان دائما أمامه خيارات متعددة، وهو دائما في حالة الانتخاب والاختيار. الإنسان حر، لأنه حر فله قيمة إضافية على الحيوانات. حر بماذا؟ حر بأن يعمل بشهواته أو لا يعمل. ومن ثم فإن امتياز الإنسان بما يملك من العقل وبما يملك من الفطرة وبما يملك أيضا من الحرية في الاختيار، أن يعمل بعقله أو لا يعمل. فإذا عمل بعقله كان له امتياز، إذا لم يعمل بعقله فهو أضل من الحيوانات، من الأنعام، بل هم أضل سبيلا، لأن عنده عقل، عنده وسيلة معرفة، عنده وسيلة العمل الصالح، بس ماذا يستخدمها؟